قال موقع صوت العاصمة إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عثرت على سجن سري داخل أحد المستودعات العائدة إلى رجل الأعمال خضر طاهر المعروف بأبي علي خضر في محافظة اللاذقية. وبحسب الموقع فإن أجهزة النظام الأمنية دهمت أحد مستودعات أبي علي خضر واشتبكت مع مجموعة الحراسة المكلفة بحماية المبنى. هذا وأشار المصدر إلى أن المستودع المذكور كان يحوي سجنا سريا تحت الأرض وغرفا مخصصة لاحتجاز المختطفين، في حين تم العثور بداخله على رفات شخصين مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة وفقا للمصدر. شنت حركة رجال الكرامة في السويداء حملة أمنية استهدفت أشخاصا متورطين في عمليات تجارة وتهريب المخدرات في ريف المحافظة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن حركة رجال الكرامة أطلقت أولى عملياتها الأمنية ضد مهربي المخدرات مساء أمس، مضيفا أن العملية تضمنت دهم منازل في بلدة ذيبين جنوبي غربي السويداء واعتقال 4 أشخاص مرتبطين بعمليات تهريب المخدرات. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حجم الأزمة في شمال غرب سوريا عقب الفيضانات التي ضربت المنطقة إضافة إلى عدد النازحين الكبير فيها يتطلب استجابة جماعية. وأضافت المنظمة بأن الفجوة الواضحة في الجهود الإنسانية تمثل تحديا في توفير المساعدة الفعالة للمجتمعات النازحة. هذا ودعا منسق المنظمة في إدلب كريم الراوي إلى توفير الأموال بشكل مستدام لتحسين الظروف المعيشية للعائلات المتأثرة بالفيضانات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتكرر كل شتاء على مدار السنوات الماضية. توفيت طفلة سورية في قبرص بعد إنقاذها مع 59 طالب لجوء آخرين كانوا على متن قارب قبالة شواطئ الجزيرة المتوسطية. وقال المتحدث باسم الخدمات الصحية التابعة للحكومة، قال للتلفزيون الحكومي إن الفتاة توفيت بسبب سكتة قلبية في مستشفى بنيقوسيا، مشيرا إلى أنه كان على متن القارب 15 طفلا بينهم 5 قاصرين غير مصحوبين بذويهم. هذا وكان القارب قد غادر السواحل اللبنانية في 18 من كانون الثاني الجاري وضل طريقه لأيام في عرض البحر المتوسط. قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن الحكومة تعمل على تعديل التسهيلات المعتمدة حاليا للحصول على الجنسية لمن هم دون 21 عاما والذين عاشوا في السويد منذ أن كانوا بعمر 13 عاما، في حين نقلت وكالة الأنباء السويدية أن الحكومة تخطط لاستثناء من ارتكبوا جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى 4 سنوات على الأقل أو ارتكبوا جرائم متكررة ومن يشكلون تهديدا للأمن السويدي من التسهيلات الحالية للشباب، إلى جانب تجديد القوانين المتعلقة بالتخلي عن الجنسية لحماية الأطفال من الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف. صوت البرلمان الهولندي بالأغلبية لصالح مقترح يدعو الحكومة إلى إدراج معاداة السامية كمعيار عند اتخاذ قرارات منح تصاريح الإقامة للأجانب. ودعا المقترح الذي أعده الحزب المسيحي البروتستاتي الحكومة إلى فحص كيفية إمكان استخدام مكافحة السامية كأساس لرفض أو سحب تصريح الإقامة الدائمة والمؤقتة وحتى منح الجنسية. هذا وتذرع نائب ديريك فان ديك المنتمي للحزب المذكور بارتفاع معدلات ما اعتبره معاداة للسامية في هولندا منذ بداية الحرب على غزة.